"وكذلك جعلناكم أمة وسطا"، أي أمة لا غلو فيها ولا تقصير، لا تفريط فيها ولا تقريط. فالأمة الإسلامية وسط في العقيدة، بين من ألحد وقال أنه لا إله لهذا الكون، ومن عدد في الآلهة، كالحضارة الفرعونية والهندية، والنصارى بعقيدة التثليث. والأمة الإسلامية كذلك وسطا بين من انساق وراء رغباته وشهواته. كاليهود والمشركين ومن ترك كل ملذات الدنيا كالرهبان في النصرانيه. ولما بلغ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ان هناك ثلاثه من المسلمين احدهم يصوم الظهر فلا يفطر والثاني يقوم الليل فلا ينام والثالث وقد اعتزل النساء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انما انا اعلمكم بالله واخشاكم له ولكني اقوم وانام. وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وكذلك جعلناكم أمة وسطا في الأخلاق فامتازت الأمة الإسلامية بالكرم وهو وسط بين البخل والإسراف وامتازت أيضا بالشجاعة وهو وسط بين الجبن والتهور وبالعدل أيضا وهو وسط بين الظلم والمحابة وكذلك جعلناكم أمة وسطا ومن ترك الوسطية فقد ضل وأضل، كالفرق المختلفة من المعتزلة والخوارج هدانا الله جميعا للطريق الوسط، ومن فضل الله علينا أن يسر لنا العبادة، فجعل لنا الأرض مسجدا وطهورا، ويسر لنا التوبة من أي ذنب، ورغم قلة عدد الأمة الإسلامية بين الأمم يوم القيامة، إلا أنهم تميزوا عن جميع الأمم بالوسطية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما انتم في اهل الشرك الا كالشعره البيضاء في جلد الثور الاسود فاي كرامه للامه الاسلاميه بين الامم وبالوسطيه سبقنا الامم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامه وهل هناك من كرامه لامه اكثر من الشهاده لنبي من اولي العزم من الانبياء سيدنا نوح عليه السلام وكما ان الامه الاسلاميه وسط بين الامم الاخرى فان فرقه اهل السنه والجماعه وسط بين الفرق الاخرى الناريه لتكونوا شهداء على الناس فما شهدتم به عند الله فهو مقبول وكيف يقبل الله عز وجل شهاده الامه الاسلاميه في خصومهم من الامم السابقه ونحن نعلم جميعا ان شهاده الخصوم في بعضهم غير مقبوله وذلك لأن هذه الأمة الإسلامية في خصوصها هي أمة وسطة ويشهد التاريخ بعدل المسلمين مع غيرهم من أهل الذمم فسبق وأن حكم القاضي المسلم شريح العراقي ليهودي على خليفة المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في فرس كانت لليهودي فقال القاضي المسلم لخليفة المسلمين أخذته صحيحا سليما فأنت له ضامن حتي ترجعه صحيحا سليما وشريعة المسلمين تأمرهم بالعدل والإحسان مع غيرهم من الأمم ولا تقبل شهادة إنسان على أخيه إلا بشرطين العدل والعلم وكل أمة تعتقد أنها هي الوسط حتى ترى غيرها من الأمم ولكن من شهد لنا هو الله عز وجل بأننا أمة وسطه فإن شك أحد في فضل هذه الأمة وطلب شهيدا عليهم فلا شك أنه أكمل الناس نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ويكون الرسول عليهم شهيدا. وبذلك يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع بين فضلين فضل عام للأمة الإسلامية وفضل خاص له وحده. والأمة الإسلامية في تعاملها مع الرسل والأنبياء وسط بين الأمم فليست كاليهود. ممن كذب الأنبياء وقتل الأنبياء، وليست كالنصارى ممن أله الأنبياء، فنحن نؤمن أن محمدًا صلى الله عليه وسلم بشر، ولكنه خير البشر، فاستحق أن يكون شهيدًا على كل البشر. جزاكم الله خيرًا.